السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استخدام أو استعمال الخاتم الإلكتروني لأجل ضبط التسبيح وعدده؟ لا، هذا صادر بفتوى من اللجنة بمنعه، ما يستعمل، يستعملون لركعات الصلاة، هذا يحدث الوسواس بعد، لا ما يستعمل هذا. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.